في عاصمة الشرق الليبي بنغازي تتألق المواهب الشابة والفنون الصاعدة في مهرجان صيف المدينة الذي أصبح بمثابة منصة فريدة لإطلاق العنان نحو الإبداع والتميز الفني في ربوع ليبيا. هذا الحدث الثقافي السنوي الذي يقام للمرة الأولى يستقطب آلاف الزوار من مختلف أنحاء البلاد والمنطقة ليكتشفوا مجموعة حافلة من العروض الفنية المتنوعة والمبتكرة. كانت فرص عمل كبيرة جدا للشباب، خاطئ أن في نشاطات أخرى ترفيهية شاركت فيها الشباب، الرياضية منها، في الإلكترونية، في أيضا الثقافية وفي الفنية، فكانت أعتقد فرصة كويسة لجيل يعني كبير أو فئة كبيرة من الشباب حاولت أن هي تشوف شيء جديد ما عمرش صار في ليبيا من قبل، وهذه كانت فرصة كويسة لهم يقدروا يرفعوا عن نفسهم شوية يعني. يشمل برنامج المهرجان في نسخته الأولى لهذا العام عروضا موسيقية حية لفرق شبابية محلية وأجنبية، إلى جانب ورش عمل في الرسم والخط والنحت والتصوير الفوتوغرافي، كما تقام معارض فنية تبرز أعمال الفنانين الناشئين والتي تعكس تنوع الثقافة الليبية وطموحات الجيل الناشئ. التجربة كانت جدا جدا مميزة، خاصة أن في تفاعل اجتماعي ما بيني وما بين الحضور، أكثر الأشخاص يجي يفسرها ويشوف اللوحة من زاوية مختلفة، بينما أنا لما نجي نحكي لهم على الفلسفة الصحيحة للوحة فنشوف نظرة إعجاب للموضوع. فالشيء هذا على المستوى المعنوي يزيد يحفزني جدا كفنانة. للأمانة كانت فرصة جميلة، والجميل في الموضوع أن تلاقينا إحنا مجموعة الفنانين هنايا، وكان هيك لقاء ودي وجميل جدا، والأجمل من هيك كان تفاعل الناس العادية مع الأعمال ومع اللوحات. بالنسبة لي كان تفاعل صادم، وما توقعتش أن الناس مهتمة بالدرجة هذه ويسألوا في أسئلة يعني في مكانها يعني، فكان الموضوع ممتع هلبة يعني. فعالية المهرجان ليست مجرد تجمع فني وثقافي فقط، بل شكلت منصة حقيقية للشباب الليبي للتعبير عن مواهبهم وإبداعاتهم، كما أتاحت هذه المساحة فرصة للتواصل مع جمهور واسع، مما يعزز من ثقة المشاركين بأنفسهم وقدراتهم. في ظل التحديات التي تواجهها ليبيا، يعد مهرجان صيف بنغازي نموذجا لكيفية توظيف الفنون والثقافة في إحياء الحياة المجتمعية وتحفيز الإبداع لدى الشباب. وبفضل جهود المنظمين والمشاركين، باتت هذه التظاهرة الثقافية محض أنظار المهتمين بالشأن الليبي، مسهمة في تعزيز صورة بنغازي كمدينة للإبداع والازدهار. أحمد بن عاشور، اليوم، بنغازي.